السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على مفتاح السيليكتور. إذن كتعريف لهذا المفتاح، فهو من المفاتيح التي يتم تغيير وضع نقاطها من أوضاع معينة لنقل التيار إلى هذه الأوضاع عن طريق الكونتاكتات الموجودة بهذه السيليكتورات. وهناك الكثير من أنواع السيليكتورات، حيث تصنف هذه السيليكتورات بعدد الأوضاع التي تحتويها. فمثلا الذي هذا السيليكتور يعني به موضعين، موضع للتشغيل وموضع للإيقاف. وتوجد يعني سيليكتورات أخرى يكون لديها ثلاث مواضع، يعني إيقاف وتشغيل في جهة اليمين وتشغيل في جهة اليسار. مثلا تستعمل هذه السيليكتورات ذات ثلاث مواضع في الاختيار ما بين تشغيل أوتوماتيكي وتشغيل مانويل. والآن سنقوم بشرح كيف يعمل هذا السيليكتور. إذن كما كنلاحظوا هنا، فهذا السيليكتور يحمل هذا الرمز NO، والمقصود به باللغة الإنجليزية يعني نورمالمون open، ودائما الكونتاكت المفتوح يحمل الرقم 3-4، يعني في لينورم إلكتريك فدائما المفتاح المفتوح يكون به رمز NO وأيضا يحمل رقم 3-4. أيضاً لدي هذا المفتاح، فهو أيضا مفتاح مفتوح يعني 3-4 وبجانبه NO. عكس هذا المفتاح، هذا مفتاح يعني مغلق في حالة الروبو ويحمل الرقم 1-2 ويكون بجانبه NC يعني normalement close، 1-2 normalement close. إذن إذا قمنا بقياس هذا المفتاح بواسطة الملتيمتر، نضع الملتيمتر هنا في اختيار الجرس ونضع أطراف الملتيمتر بالأرقام 3-4. إذن الآن المفتاح في حالة الإيقاف يعني حالة روبو. إذا قمنا بتشغيل المفتاح يعني سيرجع هذا الكونتاكت، يعني كونتاكت فيرمي يعني كونتاكت كلوز يعني كونتاكت مغلق. إذن هكذا يتم الإيقاف، يعني يرجع الكونتاكت إلى حالته العادية الطبيعية وهي كونتاكت مفتوح. يعني طريقة تركيبه مع الكونتاكتور وهي كالتالي: في التشغيل المباشر مثلا سنقوم مثلا بتشغيل هذا الكونتاكتور الذي يشغل لنا محرك أو مضخة مياه مثلا، فسلك لافاز يعني سلك الطور يذهب إلى الرقم 3 يعني إلى المدخل بهذا الكونتاكت. ورقم 4 الذي هو يعني منفذ خروج التيار يذهب إلى الأواحد في الكونتاكتور. وسلك النتر يذهب إلى الـA2. إذا نجرب الآن. هنا هذا الكونتاكت في حالة روبو كما قلنا، يعني الحالة الطبيعية ديالو، غادي نقوم بتشغيل غادي يصبح يعني كونتاكت مغلق يعني كلوز، وبالتالي فالكونتاكتور الآن يشتغل. سأقوم بالإيقاف يعني إرجاعه إلى الحالة الطبيعية، سيتم قطع التيار الكهربائي على هذا الكونتاكتور وبالتالي يعني توقف المحرك أو مضخة مياه مثلا.
إذن هذا هو الشرح ديال هذا المفتاح، مفتاح السيليكتور. وسنتعرف في فيديو لاحق إن شاء الله ما هي أحسن طريقة لتشغيل محرك كهربائي، هل هي عن طريق مفتاح السيليكتور أو عن طريق هذه المفاتيح ديال الأون أوف. إذن إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.